إخواني أخواتي، نريد الآن أن نرجع بالزمن 1400 عام للوراء أو أكثر بعد. لماذا؟ لكي نرى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تابعونا. يا الله يا الله يا الله. اليوم سنرى نفس الوضوء الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا نبدأ بالسواك، فهو ليس فقط قبل الصلاة بل قبل الوضوء أيضا، كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآن نريد أن نرى ذلك الوضوء الجميل الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمه للصحابة، ثم بعد ذلك نقله الصحابة للأمة كلها. طيب، أولا قبل كل شيء لا تسرف في الماء، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بالماء القليل الذي يملأ فقط كفيه صلوات ربي وسلامه عليه. ولا نتلفظ بالنية أو أذكار معينة قبل الوضوء إلا قول بسم الله، ثم نغسل الكفين ثلاثة، وهذا مستحب. وهناك سنة مهجورة في الوضوء، وهي تخليل أصابع اليدين هكذا، فاحرص عليها. ثم ننتقل إلى المضمضة والاستنشاق. والمستحب أن تفعل ذلك إن استطعت بكف واحدة، تأخذ منها للمضمضة والباقي للاستنشاق، تفعل ذلك ثلاث مرات. وإن لم تستطع فلا بأس، افصل بين المضمضة والاستنشاق. ولكن من الخطأ أن يدخل الإنسان الماء في فمه ثم يخرجه بلا مضمضة، أي بدون أن يدور الماء في فمه، بل عليه أن يقلبه في فمه ثم يخرجه. والمستحب أن يدخل الماء بيده اليمنى وأن يخرجه من أنفه بيده اليسرى، ويبالغ في الاستنشاق بجذب الماء إلى الأنف إلا إذا كان صائما، فإنه لا يفعل ذلك. بعد هذا يغسل الإنسان وجهه ثلاث مرات، والوجه يبدأ من منابت الشعر المعتاد على الجبهة إلى ما استرسل من اللحية، وينتهي مكان الغسل عند الأذن. وليحذر الإنسان من سكب الماء هكذا سكبا بدون أن يصل إلى جميع الوجه، وانتبه إلى المنطقة التي ما بين اللحية والأذن، فإن الكثير يغفل عنها. ثم يغسل يده من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق هو نهاية الذراع، يفعل ذلك ثلاث مرات. يبدأ باليمنى ثم ينتقل إلى اليسرى، وليحذر المتوضئ من خطأ ينتشر بين كثير من الناس، وهو أن يبدأ في الغسل من الذراع إلى المرفق ويترك الكف، بل الواجب أن يغسل اليد من أطراف الأصابع فيشمل الكف كلها إلى المرفق. ولو أقيمت صلاة الجماعة أو خشي الإنسان أن يخرج وقت الصلاة، فإنه يغسل كل عضو مرة واحدة فقط، ثم بعد ذلك يمسح رأسه كله مسحة واحدة. والمسح له طريقة معينة يبدأ فيها من بداية الشعر إلى مؤخرته، ثم يرجع مرة أخرى، لاحظ، وبنفس الوقت يمسح الأذن مسحة واحدة ولا يأخذ ماء جديدا لها. ومسح الأذن يكون من التجاويف بالداخل، وأيضا من خلف الأذن بالإبهام. ثم يغسل رجله من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعب هو العظم البارز في جنب القدم. ولينتبه المصلي إلى أن كثيرا من الناس لا يوصل الماء إلى العقب، وهو آخر القدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار. ومن السنن المهجورة في الوضوء تخليل أصابع القدم، ويكون ذلك بإمرار الخنصر، وهو أصغر أصابع اليد، يمرره بين أصابع القدم هكذا. ولا يوجد في الوضوء مسح للرقبة. وليحذر الإنسان من الوسواس، فإن الله لا يريد منه أكثر من استطاعته،
أما الشيطان فهو يريد أن يفسد عليه عبادته. فإذا انتهى الإنسان من هذا الوضوء فإنه يكون قد تطهر، ولا يكره له تنشيف أعضائه بعد الوضوء. ثم بعد ذلك يقول الذكر الذي بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.